المطعم وتابعوني. اهلا بيكم، زي ما قلنا النهارده هنتكلم عن المطعم والجمل الخاصه بالريستورانت والمطعم، وازاي نتكلم داخل المطعم بالانجليش سواء كنت كاستمر او ويتر جرسون. اول حاجه الاكل خارج المنزل اسمه ايت اوت، يعني ياكل خارج المنزل. طيب ياكل داخل المنزل ايت ان، يعني ياكل داخل المنزل، يبقى ايت اوت ايت ان. وبرضو الاكل اسمه داينينج، يعني الاكل نفسه، عمليه الاكل نفسها اسمها داينينج، يبقى داينينج او ايت اوت او ايت ان. طيب الوجبة الأساسية اسمها مين كورس. مين كورس الأول عندنا المينيو بتبقى موجودة عندنا، المينيو بتبقى متقسمة لأجزاء، المين كورس اللي هو الوجبة الأساسية، والسوب، الشربات، الشوربة، السلطات، السلطات، ساندويتشز، السندوتشات، درينكس، المشروبات، بتبقى متقسمة لكذا جزء. كل الأجزاء دي موجودة في والبيتزا، البيتزا وفيها بيتزا كمان، بتبقى متقسمة أجزاء، كل جزء فيه قائمة الطعام، كل فئة للطعام، يعني في فئات بتبقى الوجبة أساسية وفي حاجات بتبقى شوربة وفي ساندوتشات، ودي المينيو ديت بيبقى فيها كل الحاجات اللي موجودة داخل الريستورانت سواء أكل أو سواء مشروبات. طيب الجرسون بيجي بيقول Are you ready to order؟ Are you ready to order؟ يعني هل أنت جاهز لطلب الطعام؟ Are you ready to order؟ طيب أنت خلاص هتطلب الأكل، هتقول Yes I'll have، وتقول اللي أنت هتتناوله، Yes I'll have، وتقول الحاجة اللي أنت عايز تاكلها. طيب عايز تقول أنا نفسي أكل حاجة وأنا نفسي حاجة، هتقول I am in the mood for، I am in the mood for، يعني أنا نفسي في كذا، I am in the mood for spaghetti، I am in the mood for meatballs، I am in the mood، ونقول اسم الطعام اللي احنا عايزين ناكله. طيب انت طلبت المين كورس الوجبة الأساسية، طب والجرسون هيجي يسألك عن الديزرت، الديزرت اللي هي التحلية، Would you like something for dessert؟ هل تريد شيء للتحلية؟ Would you like something for dessert؟ او هيسألك عن السلطة، هيقول لك مثلا لو ايه رأيك تاخد سلطة، What about salad؟ What about salad؟ ممكن طيب لو هيسألك عن المشروبات، Do you want anything to drink؟ Do you want anything to drink؟ هل تريد أي شيء تشربه وأي مشروبات؟ هتقول الحاجة اللي أنت عايزها. طيب الأكل جه طبعاً، ومثلاً والأكل حاسه شهي أو كويس، هتقول smells good، smells good. طيب كلت الأكل ولقيت الأكل طعمه كويس، it's delicious، it's delicious، الأكل طعمه جميل. دي كل حاجة. طبعا في حاجة اسمها التبس اللي هو البقشيش، بتبقى مش في كل المطاعم، مش في كل المطاعم طبعا، بعض المطاعم اللي بتبقى فيها تبس او بقشيش. ودي كل الكلمات الخاصة بالريستورانت، وازاي تتعامل في الريستورانت مع الجرسون، الجرسون اللي هو اسمه ويتر، ويتر يعني الجرسون. طيب لو بنت ويترس يبقى ويتر او ويترس، ويتر او ويترس. طبعا شايفين المكان هو المقاعد اسمها سيتس، سيتس، الترابيزه تيبل وسيتس زي ما احنا شايفين. ودي كل الحاجات الخاصه بالريستورانت والاكل خارج البيت اللي هو ايت اوت، ايت اوت الاكل خارج البيت. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، تابعوني English for you with Nada. Goodbye.
شكرا مطعم جراي ستون على الويلكم درينك اللي قدمه لنا. مكان ما شاء الله جميل ونظيف قوي ما شاء الله مودرن قوي. وشكرا جراي ستون، ان شاء الله ما تكونش المره الاخيره. ستون شارع الحريه امام صيدليه مجدي الجوهري. زوروا مكان يستحق الزياره الصراحه. I recommend it. I recommend this place.